ماسكين موبايل بقاله. جاي رمضان ايه مسلسلات عشان تشوفين؟ يا الله رمضان دائما بحطوا احلى المسلسلات. هل الممثله دنيا غانم؟ ايه سمعت عنها. صايم مسلسلات هي واختها مسلسل كوميدي كثير متحمسه. بعدين كمان انا اصلا بحب هيك مسلسلات كوميديا، بحب الكرتون مثل عادي انا وقلما نتفرج عليهم سوا. ففي شعبيه الكرتون ما فيني استنى انا شو حشوف رمضان. اصلا دائما احلى المسلسلات على قناه دبي تي في. هي انت تابعوني على انستغرام سناب شات تويتر وفيسبوك لتعرفوا بالضبط شو هن المسلسلات اللي حشوفهم هاي السنه برمضان. ورمضان كريم. مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ اليوم الفيديو مع نايل الماس. لكم زمان ما شفتوا الماس، اشتقتيلهم؟ الفيديو اليوم تحدي الحلاوه المعفنه، كثير طلبتوه مني واخيرا قدرت الاقيها للاكل الطيبه هون بدبي، لاني قعدت فتره ما لقيتها باي محل، فبس لقيتها خلص. كم لايك نوصل؟ 100,000. لتنضموا لشلتنا شله هيلا، اضغطوا على هذا الزر، واحد منهم حطهم هون، هي اضغطوا عليهم وهيك ما بتروحوا اي فيديو جديد بنعمله، وتابعوني على انستغرام، تويتر، فيسبوك وسناب شات لندردش مع بعض كل يوم، والروابط بصندوق الوصف، يلا. اعملوا ما تعملوا اعملوا. زعلتيني على سناب شات؟ برافو ثانكس يو ماي فيفورت. بدنا اياكم بشلتنا شلت هيلا. للي ما بيعرف هذا التحدي، هاي الاكله بالذات في حبوب اكلات طيبه، بنعمل سحب لاي لون حناكل، فمنطالع الحبه في اكثر من حبه من نفس اللون بس ما لهم نفس النكهه، في منهم نكهه طيبه، في منهم ابدا مو طيبين وما بيتاكل، بس لازم الشخص ياكلها اذا طلعت له، خلص يعني لازم نبلعها. المخافة جاهزين؟ صار اي اكله لازم. هي هلا منطالع هي مشان نعرف اي حبه حنبلش فيها، يعني اي لون. هلا هاي الاكله يا اما بتكون توتي فروتي يعني نكهه فواكه، يا اما نكهه جرابات معفنه. ما في ريحه. ايوه كان يطلع لي ريحه جرابات. طعمه رجلين. هلا طلع لنا خوخ او طعمه استفراغ. فبعتقد انه فيكم تحذروا شو طلع لنا. يا اما جوز الهند يا اما فوضات البيبي. مية مية طعمة صابون. شو طيبة؟ ليش دايما قلبي بطلع لها طيبة؟ دايما قلبي بطلع لي اطيب شيء. طعمة بودرة على صابون. يا اما شوكولا يا اما اكل كلاب. طلع لي الكلب. يعني بصراحة يمكن ايوه 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 يمكن اكل الكلب الحقيقي اطيب من هيك. طعمة انجاصة يا اما مخاط اللي لونه اخضر. ما بعرف يعني ما بعتقد اني انجاصة مالحة. يا اما درب كراميل او جبنة معفنة. ما بعتقد هي الفرنسية الطيبة. الكركرة. هو؟ اكي. يا اما بيض معفن يا اما بوشار بزبده. هاي شكلها طيب. هاي شكلها معفنة والله. ما عندك هي صح؟ ما عضيت. ما عضيت يا بتمك. اوه اوكي هلا اخر وحده يا اما حمض يا اما
الحشيش. بس حشيش طيب. كم لايك نوصل؟ 100,000 لو تنضموا لشلتنا اضغطوا على هذا الزر. لو تشوفوا فيديوهاتي الماضية اضغطوا هون وهون. اذا تحبوا اعملكم كمان فيديوهات مع المال